السلام عليكم. We started up lecture 10 of oral pathology about oral mucosal lesion. Oral cavity is lined by a membrane composed of stratified squamous epithelium. This epithelium serves as a cover for the oral soft tissue as a barrier to the entry of external pathological factor. Depending on the intraoral side, the stratified squamous epithelium may be non-keratinized, orthokeratinized, or parakeratinized. The oral cavity يكون محاطي membrane مكون من stratified squamous epithelium. وهو هذا الممبرين يكون عبارة عن barrier ليمنع عن the entry of the external pathological factor فمثل الحماية protection. Depending على السايت مال هذه بالانتراورال كافيتي هذا الممبرين اما يكون stratified squamous epithelium non-keratinized or orthokeratinized or parakeratinized. Non-keratinized cells might be keratins. Parakeratinized نشوف انه بعض السيل باقية تحت عندها نيوكليوس وما متحولة الى keratinized cells. Squamous cells تتحول الى keratin cells بعد ما تفقد الجولجي apparatus والنيوكليوس مالتها وتصير تقريبا شبه طبقة متثخنة غير حية نوعا ما. الاورثوكراتينايزد الباراكراتينايزد تكون مشابه تقريبا للاورثوكراتينايزد لكن كميه السيل تكون قليله جدا اعلى من الاورثوكراتينايزد. هسه بعد ما اخذنا مقدمه على اللايننج مالت الاورال كافيتي راح نجي على الاورال ميكوزال ليجن اللي راح نشوفها بالاورال كافيتي. In general, oral mucosal lesion could be divided into oral infection via fungal, bacterial, and viral. يعني الاورال infection اللي تصير بالاورال كافيتي اما ناتجه عن اصابات فطريه او ناتجه عن اصابات بكتيريه او ناتجه عن اصابات فيروسيه. وهذه ممكن تكون عبارة عن vascular pulse disease او ulcerative condition او white lesion. vascular pulse disease اللي هي الامراض الحويصلية اللي تصير داخل الاورال كافيتي او انه تكون حالات من القرحة تقرح ulcerative condition او عبارة عن white lesion او الافات البيضاء. To better describe the appearance of the lesion and communicate this feature to the other, the clinician should be familiar with the following term. حتى نوصف مظاهر الآفات بشكل أفضل وتوصيل هاي الميزات يجب أن يكون الطبيب على دراية بالمصطلحات التالية اللي هي الماكيول، بابيول، والنديول. الماكيول اللي هو عبارة عن منطقة بؤرية متغيرة اللون ما تنطينا لا ارتفاع ولا انخفاض عن المحيط مالتها. The focal area of the color change was not elevated or depressed related to the surrounding. يعني منطقة مجرد انه بقعة متغيرة اللون فقط. لا تشوف فيها انتفاخ ولا تشوف بها depression بسبب مثلا ulceration. البابيول هو salt rise lesion with less than 5 mm in diameter. ويسموها بالعربي الحطابات وهي عبارة عن آفة صلبة مرفوعة يقل قطرها عن 5 ملم. النوتيولز solid rise lesion with the greater than 5 ملم diameter يعني هي أكبر من إذا كبرت يعني قريبا من الحطابة قبل البابيول. النوتيول هي يعني يسموها بالعربي العقيدات هي عبارة أيضا عن آفة صلبة مرتفعة يزيد قطرها عن 5 ملم. إذا قل عن 5 ملم يسموها بابيول. إذا زادت عن 5 ملم يسموها نوتيول. الماكيول انه يصير بس تشينج بالكلر لا بيها ارتفاع ولا بيها انخفاض. The sizzle describe the tumor or growth whose the base is the widest part of the lesion. إذن السيزر هو يوصف لنا إذا كان التيومر أو النمو اللي يصير بحيث انه القاعده مالته هي تكون هي اعرض مكان بالافه. اما البيدو نيوكليتد describing the tumor or growth whose the base is the narrowest than the widest part of the lesion. البيدو نيوكليتد يكون التيومر القاعده مالته هي اضيق مكان من الافه
يعني إذا كانت بالآفة بالليجن إنه القاعدة هي الأعرض يسمونه سيزر ليجن، وإذا كانت القاعدة تكون أرفع والباقي التيومر يكون أعرض في شكل الفطر يعني يسموه بيدونيوكليتد ليجن. أما إذا كان بي أشبه بالسيرفس بروجكشن مثل الحليمات هذا يسمونه بابيلاري ديسكرايبنج تيومر أو جروث اكسبتنج نيوبرا سيرفس بروجكشن. في حالة الفيروكاس describing a tumor or growth accepting a rough watery surface يعني مثل شيء أشبه بالثعاليل يكون السطح الخارجي مالته rough و watery زين يكون خشن و مائي. أما بالنسبة إلى الفيسكلز أو الحويصلات اللي هي عبارة عن بلسترز اللي هي مثل النفيطات حوالي 5 مليم أو أقل بالدايمتر وتكون مملوءة بكلير فلويد. Pustule, blister filled with the purulent exudate. Pustule أو البثرة هي عبارة عن بلستر مليئة بالبص. Ulcer lesion characterized by loss of the surface epithelium and frequently some of underlying connective tissue as often appear depressed or excavated. إذن هو الألسريشن أو التقرح هو يعني يتميز بفقدان الطبقة السطحية للإبثيليوم وتظهر الاندلاني كونكتيف تيشو تكون عبارة عن انخفاض او اكسكفيتد او حفرة. يعني الروجن هو سوبرفيشال ليجن طبعا هو تآكل خارجي او سطحي often arising secondary to rupture of the vesicle or pillar ويكون غالبا هو يعني ناتج عن الانفجار الحويصلة او الفقاعة اللي تصير بالسيرفس بعد انه يصير بها رابتشر وينشال جزئيا او كليا السيرفس ابيثيليوم فتبقى عبارة عن تآكل سطحي او ديبريشن سطحي يسمون بالروجن. الفشر هو نارو سلايت لايك ألسريشن أور جروف إذن هو عبارة عن جروف تقرحي يصير يكون ضيق يسمونه فشر. البلاك هو ليجن ذا سلايتلي ايفيتد اند فلات اون اتس سيرفيس هو عبارة عن ليجن مرتفع قليلا يكون من السطح عبارة عن فلات سيرفيس. هذه كلها أسماء للليجن يعني نوصف الليجن بيه يعني شلون يكون شكل المظهر الليجن حتى تنطي وصف. يعني اما تقول هذا باستول ليجن او اوسريتيف ليجن او اروجن او فشار او بلاك ليجن الشكل. نجي هسه الانواع الاخرى والاخيره اللي هي البتيجيا واللي هي راوند بين بوينت اريا اوف هومريج يعني هي منطقه دائريه محدده من النزف. والنوع الاخر الاكموسيس الاكموسيس اللي هو يسمونه بالعربي الكدمه ونون انفيتد اريا اوف ذا هومولوج لارجر ذان ذا بتيجيا يعني تكون اذا كانت اكبر من البتيجيا. البتيجيا احنا بالعربي نسميها النمشات تكون صغيره اما الاكموسيس تكون اعلى. النوع الاخر اللي هو التانينكتيشيا اللي هو فاسكولار ليجن كوست باي دايليشن اوف ذا سمول اور سوبرفيشال بلاد فيزلز اللي هي عبارة عن آفة وعائية ناتجة عن تمدد الأوعية الدموية السطحية الصغيرة vascular lesion. والنوع الأخير اللي هو السيست. السيست هو pathological epithelium lined cavity often filled with the liquid or semi solid contents. السيست اللي هو الكيس هو عبارة عن تجويف مبطن من الإبيثيليوم غالبا ما يكون مملوء بمحتويات اما سائلة او شبه صلبة. Microbial changes of oral mucosa divided into epithelial
ان كونكتيف تيشو تشينج، يعني اما يصير تشينج بالابيثيليال تيشو او بالكونكتيف تيشو. من انواع الابيثيليال تشينج اللي هايبر كيراتوسيس. هايبر كيراتوسيس هو تيرم ريفير تو انكريز ان ذا ثيكنس اوف ذا ستريتم كورينيوم، يعني زياده بسمك ستريتم كورينيوم، واللي هو عباره عن وايت ابييرنس اوف اورال ميوكوزا كلينيكالي. هايبر كيراتوسيس كان اكور in keratinized area or abnormally in non-keratinized area، يعني هذا ما محدد بس بالكيراتينايزد area، ممكن يصير الهايبر كيراتوسيس بالكيراتينايزد area او ممكن يصير بالنون كيراتينايزد area كابنورمال تشينجز. في حالة انه تنفقد الانوية من الستريتم كورينيوم نهائيا، نشوفها بدون انوية، هاي العملية او this condition named hyper orthokeratinosis. لكن اذا بقت بعض الانوية البسيطة تستمر موجودة نسميها هايبر باراكيراتينوسيس. الهايبربليجيا. هايبربليجيا هو an increase in the thickness of the epithelium from the surface to the basal layer. يعني يصير الزيادة وين؟ بالبريكل سيل لايرز واللي يسمونه اكانثوسيس. عندنا الابيثيليال ديسبليجيا او ديسكيراتوسيس او ابيثيليال تيبيا، هي abnormal growth pattern of epithelial cell generally indicated a pre-malignant change، يعني تنطينا دليل او بشكل عام انه هذا يكون pre-malignant change والاحتمال انه يتحول الى malignant change. الاكانثيلوسيس loss of adhesion between the cell of the apical cell layer اللي هو الـ spinal cell layer and the cell appearance to fall apart which lead to the viscous formation مثل البنفيجوس والجارس، يعني ينفقد الاتيجين بين cells بالـ spinal cell layer والـ apical cell layer، فينفقد الاتيجين بين cells فتظهر cell تكون المنطقة يعني بها viscous وتكون ويك، وحتى ممكن انه من تفحص كلينيكالي ممكن انه تشوف يعني بالبروب الاختلاق مع البروب لها كلش يكون كانه سوفت تشو، يعني مثلا من امثلة البنفيجوس والجاس. نجي هسه الى الاورال ريليتد انفكشن، يعني الانفكشن اللي يصير بالجسم عامة وإذا ارتباطات أو ساين وسبتم موجودة بالفم، أو ممكن إنه يشخص من خلال التشخيص الفموي. أول شيء عندنا هو الفيرال انفكشن، يعني الانفكشن اللي يجي بسبب الفيروسات. النوع الأول اللي عندنا أو المثال اللي راح ناخذه إحنا على هذا الموضوع، ناخذ مثال هو الميسلز روبيلا، الجيرمنال روبيلا والروبيلا العادية، يعني الحصبة الألمانية والحصبة العادية. الميسز هو مرض شديد العدوى، مرض فيروسي viral highly contagious viral infection caused by member of paramyxovirus، يجي من الباراميكزوفيروس family، عائلة من الفيروسات. Typically oral eruption consists of early pinpoint elevation over the soft palate. الشيء العام اللي موجود اللي نشوفه غالبا بالفم هو راح نشوف فد بثور من بوينت اليفيشن اوفر ذا سوفت على السوفت بليت وذات كومبايند وذ ذا التيميت انفولفمنت اوف ذا فارنكس، وممكن تنتي يعني تصير حتى تمتد الى الفارنكس وذ ذا برايت اريثيميا. نجي هسه الى كلينيكال فيتشر اوف روبيلا او المظاهر السريريه. بعد فترة حضانة حوالي 7 إلى 10 أيام الأعراض الأولية تبدأ تظهر عندنا، مثل الفيفر، الماليس، كونجكتفايتس، فوتوبيا، الكاف، واللي تتطور من يوم إلى يومين إلى باثوغنوميك سمول إريثيماتوس ماكيولز، اللي هي هسه ناتجنا فائدة الماكيولز، فائدة الترمز اللي خذناها بداية المحاضرة. هنا من تجي تنطي هاي مثل كلاسيفيكيشن للعرض اللي يشوفه بالفم، فهنا من نقول مثلا ارثيميتس ماكيولز
شرحنا شنو هي الماكيولز اللي قلنا هي البقعة الحمامية هاي الصغيرة اللي يصير لها رأسية بيض. With the white necrotic center appear in the buccal mucosa. This lesion spot يسموها cup-like spot. زين أو بقع cup-like بالعربي. هيستوباثولوجي. الهيستوباثولوجي مالت الرابلة الانفكتد ابيثيليال سيل، الابيثيليال سيل اللي يصير بيها انفكشن eventually become necrotic، راح تتحول الى necrotic. Overlying متداخلة عند inflamed connective tissue that contain dilated vascular main أي inflammation الفاسكولار يكون dilated أكيد على مود تجي كمية blood وكمية white بي سي عالية dilated vascular channel and vocal and inflammatory response. الفوكال انفلاماتوري ريسبونس اي انه التهاب بؤري، استجابه التهاب بؤري، يعني الانفلاميشن يكون محدد من يعني الفوكال يجي من الفوكس. الانفلاميشن يكون محدد بمنطقه معينه، ما يعبر اكثر من منطقه. يعني تيجي من تاخذ نسيج تشريحي الى تلقى انه الادجيسنت ايدي اللي شويه يعني نورمال تشو، وهنا عندك انفلامت تشو، تلقى هنا نكروسس، تلقى دايليتد فاسكولار channels ومنطقة اللي adjacent لها normal طبيعية، فهذا يسمونه vocal inflammatory. أيضا من ما دام عندنا infection فلازم نشوف lymphocyte الموجودة تصير قريبة are found in prevascular distribution in lymphoid tissue large characteristic multinucleated microphage، وأيضا نشوف العديد من الخلايا الميكروفيج متعددة الأنوية كذلك نشوفها بالمقطع. التريتمنت نو سبيسيفيك تريتمنت فور روبيلا از ناون، يعني ماكو اغلب كاغلب الفيروسات ماكو فد علاج محدد يعني لهذا المرض، مجرد انه هو سبرتيف ثيرابي اللي هي الراحه بالسرير بيد ريست فلويد سوائل ادكويت الدايت الغذاء المناسب، ممكن نستخدم انالجيسيك ممكن نستخدمها كمسكن ايضا وخافض حراره بسبب الفيبر اللي يصير بالربلة. That's all about the structure. Thank you for listening.